السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم جميعا بخير مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي، ولقاء جديد يتجدد كل أسبوع كل سبت مساء مع برنامج قرآنا يمشي، وبصحبة العالمين الجليلين فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، وفضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الشريعة والمقاصد بجامعة الأزهر. وكمان بيشرفنا النهاردة بنتنا الجميلة الدكتورة سلمى الصغيرة العسل دي عشان تشارك معانا النهاردة في برنامج قرآن يمشي، حلقة جديدة. وزي ما عودناكم دايما في التسلسل بتاع حلقات قرآن يمشي بنراجع السؤال بتاع الحلقة الماضية، ثم بنعطيكم الهدية، ثم نبدأ في تنوير الأفكار وتنوير السلوك وتنوير المعاملات، ونختم بالقصة الجميلة. وخليني أفكركم بأنه الحلقة اليوم بعنوان الله أمرك بهذا، وكمان نفكركم بسؤال الحلقة السابقة كان لماذا نعدل بين الغني والفقير. خلونا نبدأ على بركة الله ونراجع هذا السؤال الطيب الرائع مع فضيلة الدكتور مجدي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا نعدل بين الغني والفقير ولا نلتفت إلى غنى الغني ولا نلتفت إلى فقر الفقير؟ لماذا؟ لأن الله أولى بهما. لأن الله أولى بهما، سبحان الله، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، حتى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا يفرق عند المؤمن أن يكون يحب فلان أو يبغض فلان، كل هذا لا فرق بينهما، كل يأخذ حقه، الكل يأخذ حقه. يعني ميل القلب ده مش مطلوب في القضاء. نعم، ولا ميل الهوى. ولا ميل الهوى. نعم، الحق أحق أن يتبع. ولا أني أريح وميل للغني شوية. لا. أو أجي على فلان. لا لا لا. الحق أحق أن شوية. يتبع. نعم. لا بس فالله أولى. الله أولى بهما. لماذا؟ إحقاق الحق ربنا بيمرنا وبيعلمنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بنعمة الصيام لعلكم تتقون، أمتنع عن الحلال علشان يسهل علي أن أمتنع عن الحرام، أمنا بالله. كذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في المعاملات لا نلتفت إلى الغنى، لا نلتفت إلى الفقر، لا نلتفت إلى المحبة، لا نلتفت إلى البغضاء، ولكن الحق أحق أن يتبع. نعم. دكتور ياسر، ساعات بنيجي على الضعيف شويه. دكتور الايه العظيمه اللي فضلت الدكتور يعني لفت نظرنا اليها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب. ده مش مساله ميل قلب بس يا معالي الدكتور، ده حتى لو ان انا بحكم بين طرفين واحد الطرفين هزان دول، واحد عمل معايا مشكله او واحد ظلمني أو واحد ظالم وأنا أعلم أنه ظالم، لكن أنا الآن في أحكم بينهما، لا يجرمنكم شيء، يعني لا يمنعنكم ظلم أحد الطرفين ألا أعدل إيه بينهما. نعم، يعدل هو أقرب للتقوى. نعم، بالنسبة لي يعني مثلا ما فيش هوى ما فيش ميل، ولو كان ذا قرب. ولو كان ذا قرب، يعني حتى لو كان قريبا مني، مش يعني ذا قرب مش لازم رحم يعني. نعم، ده قرب في مكان او قرب في صداقه او قرب في كذا وكذا. نعم. طيب خلينا ناخد الهديه من كتاب الدين الحق يا دكتور. والنهارده حضرتك مجهز لنا هديه، متى استقرت القشره الارضيه؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه من الله سبحانه وتعالى، سبحانه انه علم الانسان النهارده إن هذه الجبال خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها سببا في توازن كوكب الأرض. وإذا مناسب نستمع إلى هذه الآيات في سورة النبأ من الدكتورة سلمى. تفضلي امسك المايك، قربي بقى شوية من بقك كده. أعوذ بالله، سمعنا بقى الآيتين الحلوين دولت يا دكتورة سلمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هذا الوتد بتعمل أوتاد للخيمة حتى تثبت وتتزن. ربنا تبارك وتعالى أراد للإنسان أول ما تم صناعة عمود الكرنك في اللي بينقل الحركة في العربيات فكان قليلة. عمود عادي، فكل ما الإنسان يعطي قليل يدوس سنة بنزين العربية تمشي قدام، يشيل رجليه ويرجع، فكانت العربيات تمشي كده. فبدأ الإنسان ينتبه المشكلة إن عزم القصور الذاتي قليل، طب عايزين نزود عزم القصور الذاتي نعمل إيه؟ فبدأنا نعمل كتل حديدية في عمود الكرنك، تبقى كتل حديدية علشان لما تيجي تزود السرعة ما تزيدش فجأة، ولما تيجي تقلل من السرعة ما تقللش فجأة، فلا تميد. هنا بدأ الإنسان يفهم إيه معنى قول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. بدأ يفهم الإنسان يعني إيه الجبال أوتادا، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الأرض فجعلت تميد، فخلق الجبال فاستقرت. الله تبارك وتعالى جعل هذه الجبال لقرار الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فمن رحمة الله تبارك وتعالى إن الأرض بتمشي في مسار بيضاوي، بتيجي في المسافة القريبة اللي بينها وبين الشمس لازم تسرع من سرعتها وإلا تنجذب، وبعدين تيجي في المسافة اللي هي بعيدة عن الشمس تبدأ تبطأ علشان لا تنفرد. فربنا تبارك وتعالى برحمته لما الأرض بتيجي تقلل من سرعتها وتيجي تزود من سرعتها، هذه الجبال بتخليها ما يبقاش تقليل السرعة وزيادة السرعة بطريقة فجائية، وإلا لطاش كل ما على الأرض من عالية ومنخفض. فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى أن جعل الجبال أوتادا. لولا وجود الجبال نعم لما عمرت الأرض. طبعا الله أكبر. صح نعم. هكذا هكذا انجذبت إلى الشمس نعم أو كانت تميد تميد تمام نعم. دكتور ياسر، نعمة وجود الجبال نعم. وهذه الآيات الجميلة الطيبة، الآيات اللي قريتها بنتنا سلمى، طبعا سلمى زهرية على فكرة ما شاء الله ربنا يحفظها، ما عدا زهري. الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة تمهيدا غير عادي، تمهيد من الحكيم سبحانه وتعالى. والمهد احنا دايما في مصطلحاتنا احنا العادية الحياتية، المهد ده للأطفال، الأطفال الصغار، فالمهد ده لازم يكون أوسع من الطفل شوية ومريح للطفل شوية عشان يحافظ له المهد. يعني بنقولش فلان في المهد راجل كبير في المهد، لا في الفراش او في السرير او بتاع، لكن في المهد لازم طفل صغير. صح، فاستخدم يعني كم رعايه الخالق لنا، الله لطيف بهذه الله لطيف والجبال اوتادا ما يظهر من الجبال، لعل الدكتور يعني اكثر باعا مني في هذا، ما يظهر من الجبال بنسبه 1 إلى 10، حتى ان جبال الهيمالايا دكتور، جبال الهيمالايا جذور، الجذور اكثر جبال الهيمالايا قد ارتفاع جبال الهيمالايا 4 مرات ونصف لاعلى جبال، اعلى جبال في العالم بتعدي السحاب، الجذور بتاعتها اعلى 4 مرات ونصف الله من الارتفاع. نعم، يعني زي ما فضيلة الدكتور ياسر بيقول ان ما يظهر من الجبال هو جزء بسيط جدا، بسيط مما هو مدفون في قاع الارض عشان يحفظ هذا تثبيت القشرة الأرضية، تثبت الأرض. وحتى في المصطلح العام عندنا في الأرياف مثلا في الصعيد، أوتاد جمع وتد، والوتد معروف إن هو شيء خشبي بيدق في الأرض ويدفن في الأرض بمطرقة أكثر مثلاً مما يظهر منه، يظهر منه جزء صغير يربط فيه الدابة،
والجزء الاكثر يكون في بطنه رحمة الله، والا ما يبقاش وقتك لو هو ادى بعض هيتسحب بسرعه ويدخلها بسرعه. وده ادى الى استقرار القشرة الارضيه وهنا بدات الحياه. اي انها من مكونات الحياه على الارض وجود الجبال. ولذلك الايه اللي بعديها تقول هذا الكلام، وخلقناكم ازواجا بدات الحياه، الحياه بدات وبعديها وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبدات الحياه. لكن بدون هاتين الايتين مش هينفع يبقى في حياة. الله. فده دليل استقرار للحياة. نعم. طيب دكتور مجدي، يلا نروح للمحور الرائع. نعم. الجميل، والحقيقة أنا النهاردة يعني المحاور الحلقة رائعة جدا. نعم. عندنا محور تنوير التفكير، إزاي نتحرك بأفكارنا إلى يعني ما يحبه الله ورسوله. نعم. كيف أكون عبدا لله؟ الله. وحضرتك حاطط محور إني عبد الله. إني عبد الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعودنا والحمد لله في كل حلقة بنأخذ في تنوير التفكير وفي تنوير السلوك. نعم. وفي تنوير المعاملة. المعاملة. النهاردة بإذن الله تبارك تعالى في حلقتنا النهاردة الله أمرك بهذا. في تنوير التفكير لا يغيب عن ذهني أبدا أبدا إني عبد الله، إني عبد الله، كما قال كل الأنبياء إني عبد الله. دائما أستشعر في قلبي وفي عقلي وفي وجداني إني عبد الله، لست عبد لنفسي ولا عبد للدرهم ولا للدينار أبدا، أنا عبد لله، عبد لله عز وجل. أعظم شرف، أعظم سعادة، أعظم قوة، أعظم عزة، إني معكما. خلاص أصبح الإنسان من أقوى الخلق ومن أعز الخلق ومن أغنى الخلق. لماذا؟ لأنه عبد الله. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أثنى على عبده ورسوله سيدنا النبي عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله، أعظم شرف أن أكون عبد لله. أستشعر أن الحياة التي أعيش فيها لا أفعل ما أهوى، لكن أفعل ما أمر به الله، أفعل ما أمر به، إني عبد الله. حتى إن أحد السلف الكرام